اقل ما يمكن انه يديره ان يستقيل وان يعتذر للشعب فقط. اتمنى ان يتم محاسبته لانه اصلا هو احترق سياسيا لم يعد له اصلا اي وجود سياسي. هذه وزاره فاسده، هذه وزاره فاسده، وزاره وهبي فاسده، وزاره وهبي فاسده، وزاره وهبي فاسده، وزاره وهبي فاسده، ويا وزير التفاهات، ويا وزير التفاهات، زاف عليك المحامات، زاف عليك المحامات. تحية طيبة لوسائل الإعلام الحرة اللي واكبت هذه المعركة. أكيد شفتوا واكبتوا النضالات ديالنا طيلة هذه السنة هذه اللي وصلت اليوم، يعني وصلت تقريبا قرابة 8 أشهر من النضالات المتواصلة أمام المؤسسات المعنية. للأسف كنشوفوا أنه بعد الخروقات ديال دورة دوجنبير 2022، خروقات اللي كانت مفضوحة، خروقات اللي كانت ثابتة، للاسف خلات واحد يعني خلاتنا اننا نخرجوا نحتجوا رغم اننا نحن في غنى عن الاحتجاج. للاسف وزاره العدل في التكرار ديالها للامتحان من بعد ما الوسيط سجل مجموعه ديال الخروقات ودار توصيه باش يدار امتحان جديد باش تعطى فرصه جديده، كنا كنأملوا ان هذا الامتحان يكون واحد الامتحان نزيه وشفاف اللي غيبعث طمأنينه في القلوب ديالنا، وغنقولوا ان راه وزاره العدل خدات دروس وعبر من دوك الاخطاء ديالها وانها ما غتعاودش تكررهم. فاذا به السيد وزير العدل بالهنجائيه ديالو بالاستفزازات المتواصله ديالو حاول انه يتحدى مره اخرى القانون، وحاول انه يتحدانا انه داك الشيء اللي غادي يدير راه دايره، ونجح اللي بغى عاوتاني بخروقات. هذه المره قلنا احنا غادي يستافد من انه غادي يدير واحد الامتحان شفاف باش الراي العام يكون راضي عليه، فاذا به هو كيخفي حتى الضمانات البسيطه ديال الشفافيه وديال النزاهه في الامتحان، من بينها انه ما اعلنش على اللجنه المشرفه على الامتحان. راك شفتوا ملي كنعلن على اللجنه المشرفه على الامتحان تبين انه كاين مدير مركزي دوز الامتحانات في تضارب صارخ للمصالح وفي استغلال النفوذ. الان كنشوفوا انه حتى البطائق ديال الهويه خفاهم باش انه دوك الناس اللي يدوزوهم ما يبانوش. سجلنا انه كاينه لوائح حزبيه، كاينه احزاب اللي حطات لوائح ديالها الناس في وزاره العدل باش انهم يدوزوهم، احزاب من المعارضه، احزاب من الاغلبيه، وكاينين مقربين من وهبي، الناس اللي ترشحوا معاه والناس اللي عندهم قرابات مع البرلمانيين ديالهم اللي دازوا رغم اننا كنعرفوا المستوى ديالهم. وكنأكدوا انه كاينين الناس اللي حاله الغش اللي كانت في هذا الامتحان غير مسبوقه، لان الامتحان تعطى في شهر كان كل شيء كينقل باش انه يدوز في هذا الامتحان. للاسف الناس اللي اعتمدوا على راسهم كيبريباريو في هذا الظرف الوجيز ما لقاوش راسهم ناجحين. زياده كاينين الناس اللي الاجوبه ديالهم متاكدين منها كيجوا كيطالبوا وزاره العدل غير بنموذج التصحيح وبالورقه ديالهم يطلعوا عليها اللي هي حق بسيط ديالهم، وباحكام قضائيه بقرارات ديال المحكمه كتقول لهم سيروا طلعوا على الاوراق ديالكم، لكن وزاره العدل ما كتنضبطش القرارات القضائيه. فاذا به حنا كنتواجهوا امام واحد الاداره، ماشي اداره، امام واحد الشخص اللي كيخرق القانون واللي كيوجه هاد المؤسسه هذه اللي هي مؤسسه ديال الشعب كيوجهها وفق الاهواء والمصالح ديالو. كيف ما كتشوفوا حنا الان في طور الاداره لواحد الوقفه احتجاجيه باش نعاودوا نفتحوا الملف المحاماه اللي كنا خدنا واحد المعارك نضاليه منذ يعني الامتحان ديال اللي داز ديال 4 دجنبر 2022 واللي كان في واحد الفساد، وكان في ذاك الفساد كان بلغ يعني العنان وكان ظاهرا لكل المواطنين، حتى المواطن البسيط كان يلاحظ تلك الفساد وكان يعني على درايه بها. المشكل هو انهم ارادوا ان يطمسوا معالم الجريمه السابقه بامتحان حقير. انا اقول بامتحان حقير مرروا فيه لوائح الاحزاب ولوائح المهنيين، وارادوا ان مرروا لنا رساله مفادها هو ان الفساد يريد ان يتحكم في هذه البلاد ولكن بطريقه متحايله، ولكن نحن لن نتنازل عن حقنا ابدا. ما قلت الاخوان راه ما نعطيش كلمه، انا قلت لي اقل ما يمكن انه يديره لحفظ ماء وجهه وماء وجه هذه الحكومه البائسه التي ينتمي اليها التي عجزت عن حل هذا المشكل ان يستقيل وان يعتذر للشعب فقط. يعني وحتى يعني اتمنى ان يتم محاسبته لانه اصلا هو احترق سياسيا لم يعد له اصلا اي وجود سياسي، واثر على حزبه صراحه وعلى الحكومه التي ينتمي اليها. ويا وزير من تحتها، ويا وزير من تحتها، محاماه شوهتها، محاماه شوهتها.